طيب يعني اكيد كان مع بدايه تكليف حضرتك برئاسه اللجنه العليا للجان، اكيد كنتوا زي ما بتقول انتوا السنه متقسمه لثلاث مراحل، فبالتالي في خطه محطوطه بتشمل الكثير من النقاط. بعد مستجدات مؤسفه حصلت زي فيروس كورونا، ايه اللي اتلغى من الخطط اللي انتوا كنتوا مجهزينها او عايزين تشتغلوا عليها، وايه اللي اتاجل وايه اللي اتنفذ بالفعل؟ اكتر لجنه اتاثرت بالموضوع ده كانت لجنه الرواد برئاسة الاستاذ فؤاد اسماعيل. هم نشطين جدا 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 يعني انا ما يعني يمكن كل اسبوع عندهم فعاليه او اتنين يستدعوا او يعزموا رواد نادي الشمس، نادي الزهور، الانديه المختلفه. هم كانوا عاملين فعاليه كبيره جدا بمناسبه عيد الام، وللاسف الفعاليه اتلغت لانه كانت معموله في دار من دور القوات المسلحه، وللاسف جت ميعادها تقريبا كان بعد بدايه الحظر يعني. طبعا كان في حاجه مع المجلس القومي للمراه كنا بنخطط لها عشان يوم المراه في الفتره بتاعه احتفالات عيد الام وكده، برضو دي اتلغت. بعد كده دخلنا فتره الحظر بقى، انا عايزه يعني اتخطى فتره الحظر دي ونروح للفتره اللي بعد كده. لما رجعنا النادي 1/7 كان فكره ان احنا نشتغل على الارض، كنا احنا مجهزين بقى حاجات كتير نشتغلها على الارض. فضلنا في فتره فيها حرص شويه، كانت الاداره التنفيذيه موقفة الكلام ده شوية، فضلوا لغاية 1/9 تقريبا عشان نبتدي. الحمد لله ابتدينا من 1/9 عملنا حجم فعاليات انا بعتبره في ثلاث شهور ونص، من نص 9 لغاية اخر 12 كان حجم كبير جدا، كانوا حوالي حاجة وقرب 30 فعالية. ودي كانت حاجة بصراحة انا بشكر اللجان كلها بلا استثناء والادارة التنفيذية والعلاقات العامة وكل قطاعات النادي ساعدت فيها، كانت حاجة بصراحة كويسة جدا. اهم حاجة طبعا حصلت في دولة بنقعد نتكلم عليها كل مرة وانا مصمم اتكلم عليها، كانت المبادرة بتاعت اهلي بلا امية، البروتوكول اللي اتوقع مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.